فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ينتشر عند كثير من العوام من أن النعال أكرمكم الله التي تكون مقلوبة لا بد من تعديلها، فهل هذا صحيح؟ ربما يكون فيها قذى أو شيء قذر يتأذى به من ينظر إليها، ما في شك أنه من الأدب، هذا من الأدب تعديل النعل. نعم.